السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما. أنا دكتور أحمد إبراهيم، دكتور صيدلي بيقدم مواضيع طبية في مختلف المجالات. لو أنت عندك أي استفسار أو أي شكوى طبية حطها في الكومنت وبإذن الله هنجاوب عليها في أي فيديوهات قادمة إن شاء الرحمن. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة إزاي تفرق ما بين حقنة الاسبازمو فري وحقنة الاسبازمو فين؟ إيه الفرق ما بين الحقنتين؟ طيب مبدئيا كده تعالى نتكلم عن التركيبة بتاعتهم. الاسبازمو فري هي عبارة عن مادة اسمها تيمونيوم ميثايل سلفيت. المادة دي هي آمنة جدا في الحوامل وفي الرضع وفي كبار السن. المادة نفسها في منها شراب وفي منها أقراص وفي منها الحقن، وهي آمنة جدا، ويمكن ينفع تتاخد عن طريق الوريد أو المحاليل، وينفع تتاخد عن طريق الحقن العضلي. ده بالنسبة للحقن اللي هو الاسبازمو فري، تمام؟ طيب بالنسبة للحقن الاسبازمو فين، دي فيها فرق، ماشي؟ خلي بالك بقى، حقن الاسبازموفين ما ينفعش تتاخد غير حق عضلي فقط، ما ينفعش تتاخد وريد، وهنتكلم شويه عن الموضوع ده كويس جدا. طيب بالنسبه لحقنه الاسبازموفين هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين مع بعض، مسكن ومضاد للتقلصات. مبدئيا كده الحقنتين دول مضادات للتقلصات، مضاد للمغص، سواء مغص كلوي، مغص مراري، مغص بسبب اضطرابات في القولون، ايا كان المغص سببه ايه، فهو الحقنتين دول استخدامهم للمغص، تمام؟ لكن حقنه الاسبازمو فري دي تنفع في الحوامل وتنفع في الرضع وفي الكبار وفي الصغار، فهي امان جدا. لكن حقنه الاسبازمو فين لها شويه شروط لازم تخلي بالك منهم. طيب ايه هي بقى الشروط دي؟ اولا حقنه الاسبازمو فين عباره عن مادتين، ماده الكيتوبروفين دي مسكن وخافض للحراره وفي نفس توقيت مضاد للالتهابات، كمان فيها الهيوسين ان بيوتايل بروميد. الماده دي مضاده للتقلصات، ماده الهيوسين ان بيوتايل بروميد مضاده للتقلصات. طيب يا دكتور الماده دي هل ليها شويه تريكات لازم انا اخلي بالي منها؟ الاجابه اه. طيب ايه هي شويه التريكات؟ تعال اقول لك. حقنه الاسبازمو فين ما ينفعش تتاخد في الحوامل. طيب ليه يا دكتور؟ اولا الماده دي فيها الكيتوبروفين، الكيتوبروفين ما ينفعش تاخد فترة الحمل، خاصة في أول فترة الحمل. طيب ليه يا دكتور؟ لأن ده يعتبر مسكن، والمسكنات بتقفل حاجة اسمها بيتنت داكتس أرتريوسز. إيه هي البيتنت داكتس أرتريوسز دي؟ ده بيبقى عبارة عن شريان موصل ما بين الشريان الأورطي وما بين الشريان الرئوي أثناء ما الجنين بيكون في بطن أمه، عشان يخلي الدم يروح للجهاز التنفسي بتاع الطفل ويساعده انه يرتوي بالدم او يتغذى. المفروض ان القناه دي بتفضل مفتوحه طول فتره الحمل، ولكن بتكون مفتوحه تحت تاثير وجود ماده البروستاجلاندين. الكلام ده طبي اكتر. تحت وجود ماده مين؟ البروستاجلاندين. البروستاجلاندين شغاله كفازودايليتور او موسعه للاوعيه الدمويه. بتبقى موجوده في القناه دي وهي مسؤوله ان هي تكون مفتوحه طول فتره الحمل. في نهاية فترة الحمل القناة دي المفروض بتتقفل تلقائي وتبدأ تنسد، لأنها لو فضلت مفتوحة بعد الولادة ممكن يحصل ريسبيراتوري فيرير وفشل في التنفس للطفل وممكن الطفل يموت. فده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، هي طول ما فترة الحمل موجودة الطفل القناة ده عنده مفتوحة، في نهاية فترة الحمل الطفل القناة ده عنده بتغلق. طيب لو أنا اديت بقى حاجة زي الاسبازموفين في الحمل، أول حاجة المسكن ده بيشتغل كمضاد للبروستاجلاندين، بروستاجلاندين انهيبيتور. طيب البروستاجلاندين انهيبيتور ده هيقفل لي القناه دي، لما يقفل القناه يحصل مشاكل في التنفس بالنسبه للطفل ويحصل كلوجر للبيتنت داكتس ارتريوسس، انسداد للقناه اللي بتغذي الجهاز التنفسي بالنسبه للطفل، فعشان كده هي مش امان. ده اول نقطه. النقطه الثانيه ان الدواء ده فيه اديتيف او ماده مضافه على التركيبه بتاعته من جوه، عباره عن البنزال الكحول او الكحول البنزيلي. الكحول البنزيلي ده لو وصل الطفل بتركيزات ممكن يعمل ريسبيراتوري سبريشن، بيقلل من معدلات التنفس وممكن ياثر على التنفس بتاع الطفل. ده كحول ما ينفعش يخش للطفل، فهو غير امنه في الحمل تماما حقنه الاسبازموفين. فهي لو جات لك في روشته بالنسبه لطب النساء، او لو واحده حامل، او لو طفل صغير، تبقى تتاكد ان هي اسبازمو فري وليست اسبازمو فين، تمام؟ كده اتكلمنا عن النقطتين بتوع الاسبازمو فين. طيب النقطه الاضافيه الثانيه، الاسبازمو فين دي
ما ينفعش تتاخد عن طريق الوريد، ما ينفعش تتاخد عن طريق مين؟ الوريد. طيب ليه يا دكتور؟ احنا قلنا ان هي حقن عضلي فقط. طب لو ابتدت عن طريق الوريد يا دكتور بالخطا، تعال نشوف ايه التبعات اللي ممكن تحصل. لو ابتدت عن طريق الوريد عن طريق محلول، لو انت اضفتها على محلول، تعال نشوف المحلول ده ممكن يكون متسبب في مشكله بالنسبه للسبازموفين ولا لا. يعني ايه يا دكتور؟ لو عندك محلول رينجر او محلول سلاين، رينجر او سلاين، الاثنين دول فيهم صوديوم، الاثنين فيهم صوديوم، الصوديوم ايون او الايونات بتاعت الصوديوم اللي موجوده في المحلول بتتفاعل مع ماده المضاد للتقلصات اللي موجوده هنا اللي هو الهيوسين ان بيوتايل بروميد وترسب. لما بتتفاعل معاها الهيوسين ان بيوتايل هتطرد الشق ده وتبدا تقعد مكانه وترسب حاجه مع البروميد. الترسب ده ممكن يخش جوه الجسم يعمل اميون ريفلكس او رد فعل مناعي، او تترسب في اجزاء من الجسم تعمل مشاكل مناعيه. ده بالنسبه للترسيب، يعني اي حاجه فيها صوديوم او بوتاسيوم مع الماده الان بيوتايل بروميد مش مسموحه، اتفقنا؟ لانها هترسب. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ان البنزال الكحول اللي دخل جوه الوريد عن طريق المحلول، تراقب معدلات التنفس بعد الشخص، لانه لو فضل ينهك كتير او عنده زياده في معدلات التنفس ساعتها المريض ده ممكن يكون لازم يتحول للمستشفى، عشان الكحول ده اللي موجود بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري سبريشن، بيقلل من معدلات التنفس، وخصوصا لو الشخص ده بياخد ادويه مهدئه للاعصاب اكتر يحصل ريسبيراتوري سبريشن اكتر. ادويه الاكتئاب او ادويه المهدئه للاعصاب او الادويه البسيطه للعضلات ساعتها هتاثر على معدلات التنفس بالنسبه للشخص ده، وساعتها يضطر الشخص ده ان هو يتوجه للمستشفى لو اخذ كحول، لان يحصل ريسبيراتوري سبريشن اكتر ويخش في مرحله سيديشن، وساعتها ممكن يحتاج ان احنا نعمل له انتيوبيشن او نركب له انبوبه داخل الفم توصل للشعب الهوائيه عشان يقدر يتنفس منها، او نعمل له بوزيتيف بريشر للتنفس عشان يقدر يتنفس منه. الكلام ده كله في الطوارئ في المستشفيات. ده بالنسبه لمشاكل الكحول. ولكن اذا اكتشفت بالخطا ان الاسبازموفين اتحط في المحلول، على طول اقفل المحلول. يبقى خلينا متفقين ان ما ينفعش حقنه الاسبازموفين تتحط داخل المحلول، سواء محلول فيه رينجر او محلول فيه سلاين. طب لو محلول فيه جلوكوز مش هيبقى فيه صوديوم، في حته الترسيب بتاعه الصوديوم مع الان بيوتايل بروميد مش هتكون موجوده، ولكن الكحول ما زال موجود، فساعتها برضو ممكن ياثر على معدلات التنفس في الحالات اللي قلت لك عليها دي. ففي كل الحالات ممنوع ان انا اخد الاسبازموفين عن طريق الحقن الوريدي، سواء حقن انجكشن دايركت او انفيوجن عن طريق المحاليل. طيب كده اتكلمنا عن النقطه دي. كمان يا دكتور انا ما جيتش خلطت الحقنه الاسبازموفين في محلول. طيب يا دكتور انا ممكن اخلطها على حقن تانية؟ الافضل لا. موضوع الخلط في الحقن بيكون ناتج عن تجربة اكتر، يعني انا جربت وشفت هل لما خلطت حاجة على حاجة اللون اتغير، حصل ترسيب، حصل اي تغير في الشكل، ساعتها انا مش بحقن وبرمي الحقنة اللي انا خلطتها دي، وحتى لو كانت رصبت او غيرت لون، لانها ساعتها هتضر المريض، فما ينفعش احقن الحقنة دي طالما رصبت او غيرت لون معايا، يعني احقنها له واعمل له مشاكل ولا اغزه اكتر من غزه. يعني انا بحقن عشان المريض ما يتغزش مني اكتر من غزه في الحقن، ولكن لو حصل تغير في الخصائص بتاعه الحقنه ساعتها برميها مش بحقنها. طيب ينفع حقنه الاسبازموفين اخلطها مع الكتافلام؟ طيب ينفع حقنه الاسبازموفين اخلطها مع حقنه الدوكلوفين؟ طيب يا دكتور انا لو جيت خلطت حقنه الاسبازموفين مع الفولترين او حتى الكتافلام ديكلوفيناك بوتاسيوم مش هينفع، عشان برضه هيرسب. هيرسب ايه؟ الهيوسين ان بيوتايل بروميد بيتفاعل مع الصوديوم والبوتاسيوم ويرسب، فمش هينفع تخلط الحقنتين على بعض، فتخلي بالك من النقطه دي. طيب يا دكتور في حقن اسمها الباسكوبان، ده هيوسين ان بيوتايل بروميد، ده ينفع تاخد عضل او وريد او حتى تحت الجلد، فهي كويسه كمضاد للتقلصات، ولكن برضو نفس الفكره بلاش تخلطها مع حاجه فيها صوديوم وبوتاسيوم، سواء كان محلول رينجر او محلول سلاين او حتى حقنه الديكلوفيناك صوديوم او ديكلوفيناك بوتاسيوم زي اللي موجوده بقى في اي شكل من اشكالها في السوق، الديكلوفين، الفولترين، الكتافلام، اي حاجه الايبيفيناك، اي حاجه من الحاجات دي كلها ما ينفعش تتخلط عشان الترسيب. المعلومات دي مهمه بتفرق معاك في شغلك، هتعرفك ازاي انت دقيق في شغلك وازاي انت مجتهد في شغلك وازاي انت فاهم في شغلك. المعلومات دي محدش بيهتم بيها
غير الناس الفاهمة. انتم مسلمين. دكتور احمد ابراهيم، في امان الله.